اعلام اهالي محافظه نينوى ان الدائره مستمره باستقبال وترويج المعاملات التصرفيه وسيتم المباشره من يوم الاحد القادم المصادف 15 واحد العمل على ترويج طلبات صور القيود وحسب الجدول المناطق ندعو المواطنين كافه للالتزام بالجدول لتجنب حدوث ازدحامات على الشعب وان مديريتنا جاده بحل جميع المشاكل وان مديرتنا تعاني من نقص حاد في الموظفين وان هناك ما يقارب أربعين موظف قد صدرت الاوامر الاداريه بانهاء تنسيبهم واعادتهم الى الدوائر وان هذا الاجراء ادى الى حدوث ارباك في العمل وتم مفاتحة السيد المحافظ لغرض التدخل في الموضوع واستمرار عمل المناسبين لحين توفير البديل ضمن خطة الأمن الغذائي